السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى طلبة الدراسات الأولية المستخدمين لبرنامج الهيكراس. اليوم وصلنا إلى موضوعنا اللي راح ناخذه ضمن الجيومتريك داتا، هو الجكشن. ماذا يقصد بالجكشن؟ راح تلقاها هنا موجودة. الجكشن يقصد بها هي نقطة أو ملتقى الالتقاءات المجاري المائية، الستريم، دائما يسموها ستريم جكشن بوينت. يعني شنو يقصد به؟ احنا النهر بصورة عامة الطبقة الغلافية مالته متغيرة، يعني change continuous with distance. لذلك احنا حتى من نرسمه، من يعني نستدعيه ونرسمه، ما نرسمه سكتش اب، لا لازم ننزل الخريطة الطبوغرافية للمنطقة اللي هي الدم الديجيتال اليفيشن موديل، وعلى اساسها نرسم مثل ما تلاحظون هذا النهر الموجود امامكم. So, شنو يقصد بها الجكشن؟ الجكشن هي نقطة تلتقي بها التفرعات الأنهار أو تفرعات المجاري المائية. التفرعات بصورة عامة تكون على نوعين. شنو يقصد بها؟ احنا نعرف النهر الرئيسي، هسه إذا أرجع لكم إلى البيسك للأوبن شانل، تقدر تدرس الأوبن شانل البيسك مالته اللي هي ضمن كتاب تشاو أو ضمن كتاب سمرمانيا أو تشودري، يعني أيثين كل هاي الأمور تلقاها بها. أكو مصطلحين بالتفرعات المائية، الأول يسمونه البايفراكشن والثاني يسمونه الكونفلونس. شنو فرق البايفراكشن عن الكونفلونس؟ البايفراكشن يقصد به أنه أنا هسه يحكم اتجاه الجريان. لاحظ هسه هذا اتجاه الجريان من وين؟ من هنا بادي. شوف لاحظ هذا اتجاه الجريان من هنا موجود، فهذا اتجاه الجريان. إذا كانت التفرعات هاي، لاحظ هذا التفرع يلتقي مع هذا التفرع حتى يكونون هذا النهر، فهذا شو يسمونها التفرعات؟ يسمونها الالتقاءات. يعني التقى هذا النهر الفرعي مع هذا النهر الفرعي، كونوا لي هذا النهر الرئيسي باتجاه خط الجريان، هذا هو خط الجريان، فهاي يسمونها الكونفلونس. طيب دكتورة، شنو البايفراكشن؟ التفرعات. التفرعات بالعكس، انه النهر الرئيسي يوصل الى نقطة يتفرع الى اثنين او ثلاث انهر فرعية، فهذا يسمونه البايفراكشن. راح اوضح لكم اياه بالصور ضمن الجوجل، مجرد ما تكتب انت كمعلومات عامة او تفتح، قلت لكم اي كتاب من كتب الاوبن شانل ضمن الريفر يعني داتا ليت، راح تلقى هاي الامور موجودة. لاحظ هسه اذا ندخل مثلا هنا، هذا اتجاه الجريان، هسه اي صورة اعتيادية بس تكتب بالاعلى كونفلوينس اند باي فراكشن ريفر، انا راح اكتب لك هاي الكلمات ضمن صندوق الوصف. هاي مجرد صور عامه حتى اوضح لك. لاحظ هذا النهر الرئيسي من اتجاه الجريان، وصلنا الى هذه النقطه، اتفرع النهر الرئيسي، هذا النهر الرئيسي الى فرعين، فهنا شو يسمونه؟ الباي فراكشن. يعني اذا النهر الرئيسي اللي هو مع اتجاه الجريان هو اللي تفرع الى انهر فرعيه، يسمون هاي نقطه الجكشن اسمها باي فراكشن. لاحظ هسه هذا النهر الرئيسي ايضا تفرع على نقطتين وكانه صار، فهذا ايضا اسمه باي فراكشن. لكن اذا هسه نجي نوضح نقطه كونفلوينس، يعني شنو؟ يعني انهر فرعيه كونت نهر رئيسي. لاحظ هاي هنا، هذا نهر فرعي جاي من هنا وهذا نهر فرعي، التقوا اثنيناتهم كونوا هذا النهر الرئيسي لان اتجاه خط الجريان هنا، فهاي اسمها الكونفلوينس. سو انت عندك هسه اذا ناخذ في صوره تخطيطيه، صورة فت، أي صورة تخطيطية حتى تكون واضحة ممكن يعني إلك أكثر. أي صورة تخطيطية هسه موجودة هنا، أي صورة تخطيطية ممكن نرجع هاي صورة اللي أنا أتوقع هاي أنتم كلكم شايفينها، الصورة ضمن الفلويد والكونتينيوتي كويجين وغيرها. لاحظ إذا هذا النهر الرئيسي اتجاه الجريان يعني موجود من هنا يبلش الجريان الرئيسي، لاحظ النهر الرئيسي تفرع الى تفرعين، هاي نقطة التفرع الجكشن بوينت. شنو نسميها؟ نسميها باي فراكشن، التفرعات، نقطة التفرعات. لكن لاحظ هنا هذا النهر الرئيسي رجع تكون هنا مرة ثانية، لكن هذه التفرعات التقت بهذه النقطة وكونت النهر، فايش راح يسمونها؟ نقطة الالتقاءات، يسمونها الكونفلونس. فهذا هو الفرق بين الباي فراكشن والكونفلونس. مجرد معلومات عامة حبيت أوضحها لكم حتى ترجعوا لها وتكملونها ضمن يعني تفهمون هذه التفاصيل. فهسه نرجع إلى برنامجنا الرئيسي حتى تعرف شنو معنى هذه المعلومة اللي هي الجكشن ديتا. لاحظ هسه أنا من أختارها هنا ما متفعلة عندي، راح يقول لي هسه جكشن نيم
لحظة ماكو جكشنين، ليش؟ شنو السبب؟ كنسل. لأن أنا من رسمت هسه النهر الرئيسي، من اختاريت ريفر ورسمت النهر الرئيسي، بل بديت منه ما رسمت لهذه النقاط، لأن هو هسه بدأ منه وكأنه نهر عام، لو رسمت لهذه التفرعات وياه كان انطاني نقطة جكشن بوينت. سو هسه أنت شو تسوي؟ تأخذ الريفر ريتش من هذه النقطة. طبعا بالمناسبة مو شرط كل مشروع انت بالعمل لازم عندك جكشن بوينت، لا مو بالضرورة، يجوز انت الستدي اريا اللي تدرس عليها ما بيها، بس اني بالبرنامج هنا من اشرحه اخذ كل التفاصيل، يعني اخذ بنظر الاعتبار هذا الباحث الستدي اريا مالته تحتوي على نقطة تفرعات او التقاءات. التقاءات هسه ايش تعتبر النقطة؟ كونفلونس. التقاءات، التقى هذا النهر الفرعي مع هذا النهر الفرعي في نقطة معينة، كولوني هذا النهر الرئيسي اللي انا راح ادرس عليه. سو هسه انا راح ابدي من هاي النقطة على هذا النهر الرئيسي وصولا الى هنا، لاحظ وصولا الى هنا، هسه هاي لاحظ هسه هنا النقطة التقت هاي مع هاي، فهسه هذا النهر الرئيسي شو يعتبر؟ لاترال. لا راح اسميه هذا الفرعي اسميه لاترال، لاترال همار ريفر، اكتب 1 لاترال 1 تمام. هاي اوكي هسه لاحظ هنا شنطاني، مو هذا نهر فرع رسمت له التقى مع نهر رئيسي، فدا يقول لي هنا انتر جكشن نيم تو كونتاكت ريتش مع حمار اسل تلقائيا، قال لك تكونت لك نقطه جكشن بوينت اللي هي التقاء نهر مع نهر تمام. فهسه ايش راح اسميها الجكشن بوينت؟ اسميها كونفلوينس، يعني التقاء التفرعات، مو باي فراكشن. حمار اللي هو الهور اللي انا اشتغل عليه اتش اي يعني ستدي اريا. اوكي بالمناسبه اقدر اغير اسمها اذا سميتها ذا اكستندد اوف داتا بيون تايم يس. اوكي هاي لاحظ ضاف لك اياها هاي النقطه باللون الاحمر، هاي سموها باسم كونفلوينس، اسمها اللي هي نقطه الالتقاءات لهور الحمار، وهذا اسمه حمار تمام، انا سميته بهذا الاسم. هسه نجي هذا ايضا نهر فرعي، هسه تلقائيا هو عملها، تلقائيا هو عمل نقطه الجكشن بوينت. سو اذا اختار ريتش مره ثانيه وابدي من هنا ارسم وايضا انط هنا بعد استمر راح ارجع على نفس نقطه الالتقاء الاولى. ايضا دي يقول لي انه سمي هذا النهر الثاني اللي انت رسمته، فايضا راح اكتب اسمه لاترال حمار ريفر 2. ريتش اسمه النهر الرئيسي هو حمار تمام. هسه اوكي ايضا هسه وكانه هنا ما انطاني تسميه جكشن بوينت، لان انا مسميتها مسبقا، هي هاي موجوده لان هنا بهذه النقطه، لو غير نقطه كان طلب من، لان هو جكشن بوينت نقطه واحده يعني ماكو داعي يكررها. هسه هذه الانهر الفرعيه التقت، اذا لاحظت بالحاله الاولى لان كنت بمنطقه الدراسه ما رسمه نهر فرعي يلتقي مع رئيسي تمام، فبهذه الحاله ما ظهرت لي، يعني من اختارت الجكشن بوينت لاحظ كان ما يظهر لي هنا لان انا ما راسمتها اصلا. انت تلقائيا من ترسمها هو يعطيك الاوبشن، لاحظ هسه انت الاوبشن اشر عليه قال هاي هنا نقطه الجكشن بوينت. هسه هنا عرفنا شنو معنى الجكشن بوينت وشنو معناها نقطه تقاطع المجاري المائيه الستريم جكشن بوينت ديتا. هسه راح نجي نعرف البيانات مالته. احنا مثل ما نعرف نقطه الجكشن بوينت، اذا ارجعكم بالاوبن شانل حتى تحسب انت لازم نعرف، احنا نعرف لازم هاي نقطه الالتقاء ايش قد راح تنطي كميه الماء بحيث الـ يعني الجريان من عندها يونيفورم نون يونيفورم ستدي ان ستدي، شنو المعادلات الحاكمه الها. اول شيء هنا بالمناسبه من ترجع الجكشن ديتا الجيومتريك ديتا حمار اسمها انت تلقائيا مسميها مسبقا تمام. هسه نجي هنا الديسكربشن تنطيها انت اي وصف، مثلا هي يعني الديسكربشن يقصد بها انت توصف بها مشروعك، مثلا انا هسه راح اكتب لها هي عباره عن كونفلوينس ان اي سي كونفلوينس بوينت اوف
تو لاترال. هاي كيفي مو شرط يعني انت الديسكريبشن اللي يعني عندك ضمن مشروعك تريد توصف به هذه نقطة التقاء المجاري المائية انت توصفها لاترال ريفر ريفرس. تمام هسه نجي اوكي لا لاحظ تو منين جاي الى الرايت حمار هسه نجي الجكشن لينث ايش قد طولها هاي نقطة الجكشن لينث نقطة الالتقاء مالته لازم تنطيها هنا تمام هاي اهم شيء تمام على نرجع على شغله ثانيه شلون تحسب هو راح يحسب لك الستيد فلو كومبتيوشن الماء من راح يعبر من هذه النقطه شلون تريد يحسبه لك متعرفك ومعادلات وبالنهايه عندك بري بروسيسنج وبوست بروسيسنج فعندك طريقتين اذا ترجع انا صراحه هنا يعني ضمن البرنامج مو كمسؤوليه انه اني اشرح نقاط الجكشن بوينت ضمن الاوبن شانل فانت هاي المعلومات المفروض ترجع لها الى كتاب الاوبن شانل ارجع واكد عليهن عندك كتاب تشاو عندك كتاب سوبرمانيا وكذلك كتاب تشودري والعديد من كتب الاوبن شانل راح تدرس بها حالات نقطه التقاء المجاري المائيه الستريمز بوينت شلون راح احنا نقدر نحسب قيمه التصريف من عندها فعندك نوعين هنا منطق ياها الاوبشنات اذا كان جريانك ضمن الستدي فلو سيموليشن كومبتيوشن مود عندك الطريقتين اللي هي طريقه الانرجي الطاقه اللي او طريقه المومنتم واتوقع تعرفونها والطالب ضروري يعرف هذه الامور من يشتغل عليها لان انا صراحه هنا مهمتي انه اشرح البرنامج ما مهمتي اشرح التفاصيل الداخليه وفلسفته تقدر ترجع الى اي كتاب اوبن شانل وتدرسه واذا احتاجيتوا اي معلومه بهذا الموضوع مجرد ما تكتبون لنا انتم اي تعليق عن الموضوع هذا انا اقدر اسوي لكم فيديو خاص واشرح لكم فلسفه هذه الامور انه انا من اعتمد الستدي فلو كومبتيوشن مود ممكن اتخذ طريقه تخطي الطاقه او انا اتوقع كتب الاوبن شانل راح توضح لكم اياها بالتفصيل ان شاء الله او طريقه المومنتم كل طريقه لها كريتيريا بالاستخدام تحددك بها عده محددات فالمفروض انت من تختار الطريقه اللي تحسب بها الجريان عبر هذه النقطه لازم تكون يعني عندك كريتيريا مو تختار انرجي او مومنتم مباشرة بدون ما تعرف واذا كانت حالة الجريان انت راح تدرسها كأن يكون فلاد فيضان فيصنف ضمن شنو ضمن الانستدي فلو كومبتيوشن مود فعندك ايضا طريقتين الانستدي صراحة اللي يفوتون بالانستدي يكون يعني بالدراسات انا اللي اسميها يعني ممكن البي اتش دي وغيرها فعندك طريقتين اللي هي طريقة الفورس ايكوال الووتر سيرفيس إليفيشن وطريقة الانيرجي بالانس ميثود أيضا هاي الكريتيريا اثنين لهذه الطريقتين موجودة بالكتب المتقدمة ضمن الأوبن شانل أيضا المفروض أنت من تختار الطريقة لحسابها تكون تدرس الكريتيريا بصورة عامة وتختار الطريقة اللي تناسب الـ يعني الجيومتريك والستدي اللي خاصة بيك بعد ما تحدد هذه الأمور وتحدد اللينث جكشن إيش قد طولها كان هنا ضمن العمل إيش قد كانت طول نقطة التقاطعات المائية تمام تحددها من موقع العمل الاصلي تمام وتكتبها هنا كجكشن بوينت 1 تو لاترال يعني ايش قد توصل من اللاترال الى الحمار يعني ايش قد المسافه اللي يوصل بها من هذه النقطه الى هذه النقطه ايش قد موجود طولها بالامتار كان يكون 2 متر يلا توصل هاي تعتبر ترى الجكشن بوينت انت تلاحظها هنا كنقطه صغيره بس هي بالواقع منطقه كبيره يعني مثلا بالعراق في نقطة تلتقي بها نهر دجلة مع الفرات حتى يكونون مثلا المصب العام تسمى هذه النقطة القرنة تقدر انت بصورة عامة تبحث عنها وتلقاها ترى مو تتوقع انه نقطة بهذا الشكل لا والدليل هذا هسه اذا رجعك للجوجل هسه تلقائي احنا رجعنا قبل شوية كم صورة نرجع لهذه الصور الطبيعية اللي قبل شوية اخذناها هذه الصور ممكن هاي صور جوية ناخذ فت صورة طبيعية حتى تكون الصورة قريبة لاحظ هذه الصورة كان لا على التعيين لاحظ هذا نهر فرعي رئيسي وتفرع إلى منطقة عفوا هاي نقط رئيسية لأن اتجاه الجريان من الآن منا ومنا التقاءات وراح يكون هذا النهر الرئيسي فهذه بصورة عامة لاحظوا المربع دا أشرب المؤشر آني حاليا هذا كله يعتبر نقطة التقاء فش قد الطول من هذا النهر الى وصولا للنهر الرئيسي هاي شقد المسافة لازم تكون مقاسة ممكن نص متر ممكن واحد متر ممكن اثنين متر ممكن ثلاثة حسب العمل اللي خاص بيها تمام عيني فهاي منها تاخذ الحسابات لازم تكون واقعية لازم تكون هاي النقطة واقعية يعني تستحصلها هذه المعلومات
من وزارة الموارد المائية أو يعني الخاصة ببلدك، تأخذ هذه المعلومات، إحنا نسميها المعلومات الهيدرولوجية الخاصة بطوبوغرافية النهر، تمام؟ فهسه نرجع إلى هذا إلى هذه المعلومة الجكشن ديتا، تمام؟ ونختار المعلومات، فهذا إيش قد من الرايت وإيش قد من الليفت، بعد ذلك تنطي قيمة الأوكي إلي، وتقدر تغير بيه إذا احتاجت أنت أي عمليات تغيير. فهذه محاضرتنا لهذا اليوم هي الجكشن بوينت، إن شاء الله تكون واضحة أمامكم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بيها تقدرون تراسلونا على القناة إن شاء الله، ونوضحها لكم أو نشرح لكم فيديو آخر توضيحي إذا احتاجت الأمور إلى هذا الشيء. نلتقي بكم إن شاء الله على فيديو آخر. دمتم بأمان الله وحفظه.